من ضمن التعليقات، انا مقدم على اداره الاعمال ومقدم على جامعه حورس السنه دي، لكن اتقال لي انها مش معتمده والشهاده ملهاش لازمه، واقترحوا عليا ان اروح جامعه 6 اكتوبر، بس هناك المصاريف هتبقى اكتر. حضرتك تنصحني بايه؟ انا بس وجهه نظري، انا دخلت وعملت سيرش او بحث على جامعه حورس، من واضح انها جامعه، يعني جامعه كبيره مش جامعه صغيره، اللي هي حورس يونيفرستي اللي موجوده في دمياط الجديده. لو حضرتك تقصد دي، لا انا شايف هنا جامعه كبيره، لا جامعه كيان قدامي يعني. فمنين انها مش معتمده؟ هل ده طبيعي ان جامعه كبيره بالمنظر ده ومش معتمده؟ لكن على العموم، ابحث على موقع التعليم العالي ودور، اتاكد انها معتمده من عدمه. لكن من الناحيه التانيه، انها ملهاش لازمه والشهاده مهما تتخرج لا ما تسمعش الكلام ده، وان شاء الله تجد فرصه عمل على خير باذن الله وتجد هذا الموضوع. لكن وجهه نظري، ما تسمعش كلام الناس، ادخل الكليه، اتاكد بس انها معتمده. لو هي بالنسبه لك المصاريف تمام، اتكل على الله وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير، بالتوفيق بإذن الله.